شفت شو انبسطوا الولاد، طار عقلهم بالهمبرجر، وبصراحة أنا كمان حبيته. خلص بنروح كل أسبوع لكم، شايفة شو عقله بعد ما أخذناهن؟ إيه، وهلأ بحط الشاي على النار وبحط معه بزر وكستنة، شو رأيك؟ يا الله، دخيله اللي بيفهم. عمر حبيبي خذ الولاد على البيت، بدي احكي مع نرمين شوي. طيب. نرمين؟ نرمين؟ فيني احكي معك شوي؟ طبعا. مساء الخير نرمين. مساء النور. انا امبارح ضايقتك وقسيت عليكي كمان، انا اسفه كثير، بترجاكي تسامحيني. انا اللي لازم اعتذر منك، كنت خايفه ما تحكي معي مره تانية. بعترف مو من حقي اني اضرب ولادك. لا مو مشكله، بس هي اول مره بنتزعل، مشان هيك امبارح طول الليل ضليت سهرانه وما نمت. وانا كمان. خلينا ما نتزعل بنوب. طيب الحمد لله هلا لحتى ارتحت. نرمي هي ولادي وولادك طلعوا على البيت هلا، شو رايك تتركي كرم وابوي يحكوا مع بعضهم عرواء، وانت تعي لعنا رح اساوي شاي وكستنه، حاسه حالي مشتاقه لك ومن زمان ما قعدت. طيب. معي يلا. كل ولد من ولادنا إله قدره بهالحياة. أحياناً في ولاد الماضي بيغير كل حياتهم وبيأثر على براءتهم. أعطيني إياها. وفي ولاد بيقدروا يغيروا نظرتنا لكتير أمور كل يوم وكل لحظة. وفي ولاد بيقدروا يسندونا وقت اللي منضعف، ومعهم منحس حالنا أقوى بكتير من كل الظروف اللي منمرق فيها. بس كمان للأسف في ناس بيتصرفوا بولدني وبيرتكبوا أخطاء كبيرة، أخطاء صعب تتصلح. وهي الأخطاء نفسها بتكون باب لأمل جديد لناس بأمس الحاجة لهذا الأمل.